حضراتكم طبعا عارفين قصة حبوب الغلة. حبوب الغلة اللي أساسا بتستعمل عشان حفظ القمح الموجود في الشون، ودي وسيلة معروفة بيتم استيراد حبوب الغلة دي من بره، وبتتحط عشان الفيران اللي معرفش ايه الكلام ده، لانها اول ما بيجي عليها مية ولا حاجة بتطلق غاز سام او شديد السمية كمان اسمه الفوسفين، وده معروف وحتى مكتوب على الاقراص اهي مادة سامة يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال. ولكن كم الحوادث اللي شفناها في الفترات اللي فاتت، ناس بتاخد حبوب الغلة دي عن عمد أو عن غير عمد عشان ينهوا حياتهم أو بالغلط أو ما شابه، مع أنها أساسا كمبيد حشري، ولكن ده خلى الجهات المعنية تفكر أن لا، يعني لازم نشوف بديل تاني يكون مختلف عن فكرة حبوب الغلة، لأنها بتبقى موجودة وبتتحط في الشون وما إلى ذلك عشان الفئران، عشان القوارض، عشان الحشرات، الأمور دي كلها. ولكن بشكل أو بآخر سهل جدا جدا أن هي تتسرب، تبقى موجودة عند حد، عند مزارع في البيت في حتة، ممكن تتنقل من مكان لمكان، فبالتالي ممكن تقع في إيد حد يستخدمها استخدام غلط. فبالتالي كان التفكير في منع استيرادها، منع تداولها، وكمان التفكير في جزئية البدائل بتاعتها، ولو هتستخدم هيكون في أضيق الحدود، تبقى داخل الشركات أو داخل الصوامع الكبرى اللي طبعا بعيد عن أي حد يعني غير رشيد يقدر أنه هو يستخدمها أو ممكن يفكر في استخدامها بشكل يهدد حياته. برحب بدكتور عادل عبد اللطيف، مدير معهد وقاية النباتات الأسبق. دكتور عادل، أهلا بحضرتك. أهلا بعمانيك. أهلا بك. أهمية أن يكون في تفكير في بدائل لحبة الغلة، المادة السمية أو القرص السام ده، بعد المشاكل اللي حصلت في الفترات اللي فاتت، شايف ده زي دكتور وإيه ممكن يكون البديل؟ خلينا بس يعني أدي نبذة بسيطة عن غاز الفوسفين. حبة الغلة هي عبارة عن أقراص غاز الفوسفين، هي عبارة عن أقراص صلبة بيحصل لها عملية تسامي، بيطلع منها غاز الفوسفين اللي بيدخل داخل حبوب القمح، تموت الحشرات اللي هي بتعيش داخل الحبوب. هذا الغاز لو استخدم بطريقة سليمة، طريقة علمية، ما فيش منه أي مخاطر خالص. الغاز ده بيجي تقريبا الكمية اللي بتم استيرادها من الخارج أكثر من 90% منها بيروح للصوامع الغلاف، وانت عارف ده أمن قومي، القمح لازم نحافظ عليه، بتروح للمضارب، بتروح للمطاحن، بتروح لمصانع المواد الغذائية، مصانع الشوكولاتة وغير ذلك. فلا غنى عن هذا الغاز نظرا لأنه لا يترك أثار في المادة المبخرة بعد انتهاء عملية التبخير. يعني لو بخرت قمح ممكن بعد التهوية، ممكن بعد 3-4 ساعات أطحن ما لاقيش أي تأثير أو أي أثر لهذا الغاز في المادة المبخرة، وده اللي يهمني صحة المستهلك أولا. ال10% بقى اللي بتتبقى بتروح للتجار، والتجار طبعا بتوزع على الفلاحين او الفلاح بيروح يشتري قرص اثنين مش عارف ايه، هو ده اللي عامل المشكله كلها. مظبوط. ولذلك لجنه مبيدات الافات بوزاره الزراعه اتخذت عده قرارات من سنتين او ثلاثه تقريبا بمنع تداوله لدى التجار، ويستخدم من قبل المتخصصين سواء شركات او مهندسين، بس برضه كان بيتسرب بشكل او باخر. يعني سعادتك في المبيدات السامة أكتر من 1700 مركب في السوق، كلهم سامين وكلهم يموتوا. ولكن حبة الغلة دي يعني هي دي كانت العامل المشترك في يمكن 3-4 حوادث السنين اللي فاتت، فبالتالي البديل يعني لو في دراسة بوقف استيرادها، هل البدائل ممكن تكون مجدية وتكون متاحة؟ أولا وقف استيرادها هيسبب مشاكل كبيرة جدا، لأن حشرات المخازن ما بتبانش إلا بعد ما تكون أكلت الحب وخرجت. لما تلاقي ثقوب على الحبوب معناها ان الحشره عاشت دوره حياتها، كانت من طولت النص الحبه وطلعت من عمل التزاوج دوره الحياه ايه. هذا الغاز له القدره على اختراق الحبوب، لان الحشرات المخازن بتعيش دوره حياتها كلها داخل الحبايه، بتشوف الحبايه سليمه لكن داخلها الحشره بتكمل دوره حياتها، فبالتالي لا غنى عنها، وهي حشره كمان لا غنى عنها اولا. ولذلك الوزاره اخذت عده قرارات منها منع التداول، وفي جهات رقابيه وفي مديريات الزراعه، واحنا بنروح اللجنه عامله برامج تدريبيه، انا مخول لهذا الموضوع انا وفريق معايا من الدكاتره من معهد حقوق النباتات، بنروح نعمل دورات تدريبيه وتوعيه للفلاحين. للفلاحين يوم حقل للفلاحين بنعمله على مستوى الجمهوريه، وبنعمل للمهندسين الزراعيين في المديريه. تمام. وغير ذلك رحنا للصوامع برضو، عملنا حوالي
دربنا حوالي 500 مهندس على مستوى صوامع ما مصر هم دول كلها. ما فيش منهم مشكلة، يعني هم دول ناس متخصصين سواء المهندسين او المزارعين او عمال الصوامع والشركات الخاصة بالتخزين، هم هي دي ناس فاهمة. انما المشكلة في لما نلاقي بنت عايزة تنهي حياتها لانها فشلت في قصة حب تاخد حباية غلة، واحد صيد في الثانوية العامة ياخد حباية غلة، هي دي المشكلة. لكن حضرتك بتقول ان في رقابة على التوزيع، رقابة على التجار اللي بياخدوا الامور ده، وفي منع ليها يعني. هو ده اللي نتمنى، بس ان هو يكون مشدد يعني. هو مشدد، ودي عايز جهات الرقابيه تتدخل في هذا الموضوع. الحاجه الثانيه، انا لو منعته دلوقتي لازم الاقي بديل، البديل طبعا ده لازم يكون طبعا سهل، سهل الاستخدام، امن، ارخص، فعال، لا ياثر على الماده الغذائيه. هذه الصفات كلها موجوده في هذا المركب. المركب ده على فكره موجود من 40 سنه في مصر، موجود، وما كانش حد بيسمع عن حالات تسمم منه، لانه كان بيستخدم في تمام شون البنك طبعا الزراعي اللي هو القمح التموين اللي كان بيخزن في الشون. دلوقتي الصوامع بقت تخزن الكميه كلها تقريبا، طبعا او يعني، فطبعا ما ينفعش نوقف الغاز الا لما يوجد بديل. هو أكيد في بديل موجود دلوقتي، هو عباره عن غاز اسمه الايكوفيوم. ده عباره عن مخلوط من غاز الفوسفين مع ثاني اكسيد الكربون بنسبه 98% ثاني اكسيد الكربون و2% غاز الفوسفين. ده بيعبأ في اسطوانات تحت ضغط تمام 200 ضغط جوي. انبوبه البوتاجاز 25 بار، تخيل انبوبه وده اسطوانه يمكن زي دي. يعمم يعني يا دكتور بدل لا حباية الغلة لا، ولا لأ؟ الصوامع مش مؤهله، ما فيش فيها سيستم ان انا تمام. استخدم هذا الغاز السائل. يبقى هنا ضمير بقى كل تاجر بيتعامل مع هذا الأمر، ان هو يتأكد ده ما يتسربش لحد ممكن قاصر او حد مش فاهم يقدر ان هو يستخدم ده بشكل يضره. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عادل عبد اللطيف، شكرا. مدير معهد وقاية النباتات الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.